في إطار حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على دعم وتشجيع أنجال سموه في المشاركة بسباقات القدرة، شاركت سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة بشعار فيكتوريوس في السباق الدولي لمسافة 100 كيلومتر ضمن بطولة العيد الوطني المجيد لسباقات القدرة، وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حرصه الدائم على دعم وتشجيع الأنجال لتحقيق طموحاتهم وزرع الثقة في نفوسهم، خصوصا أنهم يعتبرون نواة مستقبل رياضة القدرة البحرينية وينتظرهم مستقبل واعد وهم بحاجة إلى دعم واهتمام وتشجيع، منوها سموه بطموحات ورغبة سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وامتلاكها شغف كبير في رياضة القدرة. وأشار سموه إلى أن سمو الشيخ شيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة تسير وفق استراتيجية متصاعدة بعد أن شاركت في عدة سباقات محلية وخارجية في الفترة الماضية، ووصلت اليوم للمشاركة في السباق الدولي لمسافة 100 كيلومتر، وهو ما يؤكد سيرها أو مسيرتها خطوة بخطوة نحو تحقيق التطلعات والأهداف، متمنيا لسموها كل التوفيق والنجاح في السباقات القادمة. وشهد السباق الدولي مشاركة عدد فرسان من فريق فيكتوريوس وفرسان من أجنحة الفريق الملكي للقدرة.